بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم دائما وأبدا بكل خير. على الخير، ينطلق ثاني الأشواط في هذه الانطلاقة الصباحية الجميلة. الشوط الثاني هو الشوط الأول للإبكار المهجنات، انطلاقة سليمة وموفقة كما يتمناها الجميع. مباشرة إلى المركز الأول، إلى جود. جود مع المركز الأول، وتعود ملكية جود للسيد علي بن سعيد بن سالم الزرعي مع مقدمة وسيطرة على الهواء مباشرة، بينما بدوري آخذ المركز الثاني. المركز الثاني مع هذه اللحظات إنها مزون وسعيد بن عبد الله بن محمد الرميثي مع المركز الآن الثاني. الدور دور المركز الثالث، الثالث الثالث الثالث، الشاهنية لعلي بن الرملي بن محمد بن مطر العامري، وهذا الشعار الذي دائما وأبدا يسطر النواميس. انتقل مع المركز الرابع بعدما أخذت شعار قرار إلى هذه المتدخلة بكل قوة، وصول وتحدي وإثارة من هذه البطلة العملاقة، هنا أيضا مرضية الواصلة بكل قوة ومرضية تحمل لنا الرقم 44. هنا جابر بن محمد بن علي بن سليمان الوهيبي مع هذا التدخل القوي، بينما اخذ المركز الخامس. المركز الخامس هذه شعلة، ويا محلى الشعلة الصباحية. هنا ايضا علي بن محمد بن عبيد المزروعي مع لحظات الحسم والجد والاجتهاد، بينما الدخول من الزاوية الاخرى من هذه المتدخلة على المركز السادس، الوصول والتحدي ايضا من هذه البلشة لمحمد بن حمد بن حميد العويسي مع المركز الان السابع، وهي تغير من مركز الى مركز. تدخل سريع وقوة وانطلاق من رهايف البخيت بن مبارك بن طريبيش المنصوري الواصل والمنطلق. الله 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 الله، وين 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 الاسماء؟ وين القدوم؟ وين التحديات؟ ايضا اثارة ومتعة من هذه المتدخلة، وصول من الشايبة مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي، بدأ يتدخل بحضور هذه الشايبة اللي في عز صباها. تدخل جميل على المركز التاسع، على المركز التاسع، المركز التاسع، وهذه المتدخلة وهذه البطلة. هنا غارة صباحية جميلة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، سعادة صالح بن محمد بن نصرة العامري، يا سلام. بينما على المركز العاشر، المركز العاشر، الوصول من أمجاد لسهيل بن عبيد بن خيرات العامري مع المركز الآن العاشر. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، العشر المراكز الأولى المتقدمة، يا سلام يا سلام يا سلام، عودة إلى المركز الأول، عودة إلى الصدارة، عودة إلى مقدمة الأسماء. الله الله يا جود، الله يا جود، الله يا الزرعي على مقدمة الأسماء. علي بن سعيد بن سالم الزرعي، علي الزرعي يسيطر على مقدمة الأسماء رغم الضغوط القوية من هذه البكرة المتدخلة بكل قوة. وهذه بلشة، بلشة العويسي بدأت 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 تعمل الضغط الكبير، وهذا التغيير الذي جرى وطرح حالا على مقدمة الأسماء. بلشة على المركز الأول، وتعود ملكية بلشة للسيد محمد بن حمد بن حميد العويسي، بينما على المركز الثاني بدأت الضغوط أيضا من هذه المتدخلة. هنا الشايبة مبارك بن محمد بن مبارك الخيلي، يا سلام. وعلى المركز الآن الرابع، الوصول الوصول مشاهدينا الاعزاء، جواهر فهيد بن علي بن مفتاح الشامسي واول اذاعه، بينما حشمه احمد بن عبد الله بن محمد الرميثي بدا يدخل بكل قوه. الله 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 يا الذيبه، الشيخ عبد الله بن حم العامري الواصله والمنطلقه والباحثه عن النواميس، عوده الى المركز الاول، عوده الى الصداره، عوده الى هذه البطله. الله
الله يا بلشة، الله يا العويسي، الله الله يا العويسي، الله 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 يا التحدي. الى وين الناموس؟ الى وين السلام؟ الى وين التهاني؟ شوفوا هنا، شوفوا الحركة، شوفوا الانطلاق، شوفوا القوة، شوفوا الصمود. وبدأ المدهوشي وبدأت الاسماء، ولكن ماذا؟ انه الزرعي، ولكن القدوم ايضا من هذه البطلة الشهب سالم بن عامر المدهوشي. المدهوشي قادم بكل قوة، قادم بكل قوة، الله الله الله. ولكن العويسي ما رضى، العويسي ما رضى. سلام وتحية واحترام لهذا البطل، انها بلشة محمد بن احمد بن حميد العويسي. كفو تنطح كفو ومليون كفو. وايضا ما قصر الحقيقة، بينما المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء شهب سالم بن عامر بن راشد المدهوشي على المركز الثاني، وفي المركز الثالث، المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء الوصول من مرحبا لحمد بن مبارك بن مسلم بن عثعيث العامري على المركز الثالث، وفي المركز الخامس الرابع غلاء، في المركز الرابع لمحمد بن مبارك بن محمد الغفلي، وفي المركز الخامس الشايب المبارك بن محمد بن مبارك الخيلي. مشاهدينا الاعزاء ما شاء الله التوقيت الافضل، كفو تنطح كفو يا العويسي ما شاء الله. ايضا توقيتها الزمني 7 دقائق 16 وفاء وتماما وكمالا. التهني لمالك بلشة محمد بن حمد العويسي المركز الثاني، توقيت الزمني 7 دقائق. هنا ايضا من خلال حضور الشهب لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي ومدهش المضمرين، توقيتها 7 دقائق 16 ثانية 3 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس. المركز الثالث ايضا بعد ما اخذنا هذا الشهب، هنالك حضور رائع ومميز من ثالث الاسماء مرحبا، وتعود ملكية مرحبا للسيد حمد بن مبارك بن مسلم بن عثعيث العامري، وتوقيتها الزمني 7 دقائق 23 وفاء وتماما وكمالا. هكذا العويسي، وقصة اخرى مع الزميل حمدان اليحافي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا بومطر، اسعد الله صباحكم جميعا.